الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع ضرر من كلام السلف، والنهاردة كلمة جميلة مع ابن القيم تقدر تميز الناس ما بين اتنين، واحد محب للدنيا واحد مش محب للدنيا. فلو فيك الثلاث أعراض هذه التي يقولها ابن القيم فأنت محب للدنيا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: محب الدنيا لا ينفك عن ثلاث هم لازم. التعبير النبوي الجميل، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة. الدنيا همة، فاللي بيحب الدنيا هم كل الدنيا. فشاف بدلة جميلة، هي دي. شاف امرأة جميلة، هي دي. شاف بيت جميل، هو ده. شاف عربية جميلة، فهم هم كل حاجة هم. يبقى راكب العربية 2019 وشاف عربية 2020، هي دي الناس اللي عايشة. يبقى شايل الموبايل لسه الإصدار الأخير، طلع بعديه اصدار تاني. يعني انا كنت تعجبت مره لما طلعوا الايفون، اظن كان تين، لا كان 8، قالوا ان كمان حوالي 20,000 بيتين قدام الشركه عشان ياخدوا. طب ما انت معاك تليفون، ايه الفرق؟ فاصبح هم لازم ان كل حاجه عايزها، عايز دي وعايز دي وعايز دي وعايز دي. فعلى طول حزين وعلى طول مكشر، هم لازم وتعب دائم، تعب دائم. كنت بكلم حد من مشايخنا فبقول له ان بتوع الدنيا دول ما بينوش، قال لي والله ما بينام. انا اعرف ناس بتشتغل 22 ساعه وبتشتغل 20 ساعه، تعبان عايز كل ما يشوف حد زاد عليه فعايز يجري وينافس ويسابق فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. تلاقي هو تعبان، كان جاب واحد في امريكا قال لك انا مخطط ان انا هعمل مليون دولار خلال سنه، فعلا بدأ يشتغل 24 ساعة، بدأت مراته تشتغل معاه، بدأت ولاده يشتغل معاه. بعد سنة كان جاب المليون دينار، بس مراته سابته ومشيت، وواحد من الولاد دخل مصحة نفسية، والتاني هرب منه، والتالت عمل. فتعب دائم، هم لازم وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. حسرة لا تنقضي، أنا فتني كذا وأنا فتني كذا وأنا فتني كذا وأنا فتني كذا وأنا فتني كذا. فأصبح في ثلاث صفات لمحب الدنيا. ركز، هم لازم، على طول مهموم، على طول انا عايز، على طول انا ناقصني، على طول انا محتاج، على طول انا يا ريت. ونكد دائم، ونكد دائم، تعب مع نكد، حياه بؤس، حياه كلها شقاء. سبحان الله، يعني من الحاجات العجيبه جدا جدا، يعني كنت مع واحد من اهل الدنيا فبيحلف لي ان تعبان جدا، كانت الساعه مثلا بتسعة بالليل، ويقول لي انا من الصبح ما اكلتش الا حته كيكه قد كده، ومش عارف ابن ظروفه ايه، ومرات ظروفه ايه، ومش عارف ظروفه ايه. فالناس دي عايشه في هم دائم وتعب دائم، حسره لا تنقضي، عايز دي وعايز دي وعايز دي. بعكس المؤمن تماما، الراضي، اللي هو مستلذ ومستمتع بما آتاه الله. قضية الرضا دي من أعلى القضايا الإيمانية الدينية التي يعيش بها العبد، أن تعلم أن رزقك لن يصل إلا إليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وعنده 10 سنين، علمه، قال له: اعلم اعلم أن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك. أنا متعمد أن أسيب جزء من الحديث. اعلم معناها كده، اعلم أن ما كتب لك لن يكون لغيرك. إبراهيم ابن أدم كان بيقول كلمة جميلة، كان بيقول إيه؟ بيقول: علمت أن مالي لن يأخذه أحد ولو بكل حيل الدنيا. أنا في حاجة مكتوبة لي، أنه مكتوب لي أن أنا أتجوز الست دي، فلو كل الدنيا وقفت عشان ما أتجوزهاش أتجوزها. الرزق ده بتاعي أنا، ربنا كتبه لي. لو كل الدنيا وقفت عشان تمنعني منه ما حدش يقدر يمنعني. الرزق ده مش بتاعي، ده كلام ابن إبراهيم بن آدم. وإن الدنيا كلها أنا حاولت بكل وسائل الدنيا عشان أخده مش هاخده. فعشان كده إذا ركنت أن ما لك لك وما ليس لك ليس لك تستريح. خلي بالك، محب الدنيا ثلاث حاجات: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي.
إياك أن تكون فيك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.